They called us up and they said, listen, we have no choice. We have to hit you because we have our own self-respect. And I understood that. We hit them. They got to do something. They told us, don't be concerned. We're going to launch 18 missiles at your military base, but none of them will hit the bases. فضيحة على الملأ. لم تستطع إيران ولا ميليشياتها في العراق أن تقول عكس ذلك بعد أن تبين أن انتقام إيران وأدواتها في العراق لمقتل سليماني والمهندس كان بتبليغ مسبق لحفظ ماء الوجه كحال التهديدات الفارغة التي تطلقها الميليشيات الولائية ووكلاء إيران خلال الحرب المستعرة للكيان الصهيوني ضد غزة. إبلاغ إيران الإدارة الأمريكية بأنها ستقصف قاعدة عين الأسد دون إصابتها بأضرار وموافقة واشنطن على الضربة المحدودة كشف حقيقة التخادم الإيراني الأمريكي في المنطقة بعد أن بينت هذه الخطوة حقيقة هذه السياسة القائمة في العراق والمنطقة منذ عقود خلت. هذه العملية العظيمة والمباركة والواسعة كان قرارها فلسطينياً 100%. تخلي واضح لوكلاء إيران عن القضية الفلسطينية التي لطالما نادت بها إيران وهددت بها ميليشياتها في العراق. فزعيم ميليشيا حزب الله اللبناني لم يخرج عن سقف ما هو مرسوم له وفقا لسياسة التخادم بين الطرفين وما هو متوقع منه بما يتوافق مع المتطلبات الأمريكية بعدم توسعة المعركة. It was very important to send a very clear message to anyone who might seek to take advantage of the conflict in Gaza to threaten our personnel here or anywhere else in the region. Don't do it. على نفس الشاكلة لم يخرج رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني عن مطالب واشنطن الواضحة وإرادة إيران وخطابها المتنصل مما يجري في غزة والاكتفاء بنصرة معركة طوفان الأقصى عن طريق التضامن والمساندة بالخطابات الفارغة بعد أن تجنب الحديث عن الدعم الأمريكي لإسرائيل لضمان استمرار حكومته. هروب فاضح لمحور إيران يكشف أن قضية فلسطين بالنسبة لهذا المحور ليست سوى تحقيق مكاسب سياسية ذات أهداف خاصة، ما يعني الإجهاز التام على مقولة وحدة الساحات التي طالما سوقت لها وسائل إعلام محور المقاولة كما يحلو للعراقيين والعرب تسميته.